علي عزت بيجوفيتش هو فيلسوف ومفكر وزعيم ومرادل مسلم، وأول رئيس جمهوري لجمهورية البوسنة والهرسك بعد انتهاء حرب البوسنة والهرسك. في مدينة بوسانسكا كروبا البوسنية ولد علي عزت بيجوفيتش في 8 أغسطس عام 1925 لأسرة مسلمة حذر من جذور أرستقراطية. كانت أسرة علي عزت بيجوفيتش قد فرت من بلغراد في عام 1868 إلى البوسنة والهرسك، وذلك بعد انسحاب الجيش العثماني من صربيا. وتتكون أسرة بيجوفيتش من والدي هيبة ومصطفى بيجوفيتش وأخيه وأخواته الثلاث البنات. كان والد بيجوفيتش يعمل محاسباً، وقضى العشر سنوات الأخيرة قبل وفاته يعاني من الشلل نتيجة لخدمته في الجيش النمساوي المجري خلال الحرب العالمية الأولى، كما أنه أعلن إفلاسه قبل وفاته. تلقى بيجوفيتش التعليم العلماني بعد انتقال الأسرة للحياة في العاصمة سراييفو. صادفت السنوات الأولى من شباب بيجوفيتش الصراع الكبير بيد الدعاية الشيوعية والفاشية، حيث كانت الشيوعية والفكر الشيوعي في عصرها الذهبي، وانتشر العديد من الأساتذة ممن يعتنقون الفكر الشيوعي في المدارس. تأثر علي عزت بيجوفيتش بالدعاية الشيوعية في تلك الفترة من حياته، وتأثر ببعض الكتابات الشيوعية التي قرأها، مما نتج عنه شك وصراع بين ما يؤمن به وما يقرأه. أصبح لدى بيجوفيتش عقلين متضادين، حيث صورت الدعاية الشيوعية الله بأنه شخص سيء، بينما كان بيجوفيتش يعتقد أن الرسالة المركزية هي الإيمان بكل أشكاله. هذا الصراع بين الفكر الشيوعي والفكر الإسلامي لم يستمر طويلا عند بيجوفيتش، حيث عاد بإيمانه بقناعة وبقوة وبفكر متجدد. التحق بيجوفيتش بجامعة سراييفو وحصل على الشهادة العليا في القانون عام 1950، ونال الدكتوراه في عام 1962، كما حاز على الشهادة العليا في الاقتصاد في عام 1964. أجاد بيجوفيتش أكثر من لغة حديثا وكتابة، ومنها الألمانية والفرنسية والإنجليزية والعربية، التي مكنته من الاطلاع على الأدبيات العربية لا سيما الخاصة بالتيارات الإسلامية. كان علي عزت بيجوفيتش ذو ثقافة واسعة ومحب للقراءة والاطلاع والتفكير والتحليل، فقرأ في مجالات متنوعة واطلع على الإنتاج الثقافي والاجتماعي في الشرق والغرب، فقرأ كتابات متنوعة منها كتابات باروخ سبينوزا وإيمانويل كانت وجورج فيلهم فريدريش هيجل. ألف علي عزت بيجوفيتش مجموعة من الكتب، منها هروبي إلى الحرية، عوائق النهضة الإسلامية، الإعلان الإسلامي، الأقليات الإسلامية في الدول الشيوعية، الإسلام بين الشرق والغرب. عاش علي عزت بيجوفيتش طوال حياته مناضلا شرسا وفارسا نبيلا من فرسان الإسلام، وبدأ بيجوفيتش نضاله مبكرا، حيث أنشأ مع مجموعة من رفاقه الشباب جمعية الشبان المسلمين على غرار جماعة الإخوان المسلمين التي تأثر بها، وركزت الجمعية نشاطها على السياسة الخارجية والجانب الروحي، حيث التواصل مع العالم الإسلامي الذي رأى الشباب أنه في حالة يرثى لها. انتشرت جمعية الشباب المسلمين في وسط طلاب الثانوية والشباب، رغم أنه لم تكن تعمل بشكل رسمي. عاش بيجوفيتش رافضاً للاحتلال، مناضلاً من أجل تجديد الفكر الإسلامي، وخاض في سبيل ذلك العديد من الصراعات مع خصومه من الصرب والشيوعيين واليوغوسلافيين. تعرض بسببها للسجن في دولته التي كانت تخضع للاحتلال الشيوعي، فقضى بيجوفيتش 3 سنوات في السجن في عام 1946 لمعارضته لنظام جوزيف بروسيتو، كما حكم عليه مع مجموعة من رفاقه بالسجن لمدة 14 عاما، خفضت للسجن 12 عاما في عام 1988، قضى منها 5 أعوام في السجن، ثم تم العفو عنه بعد تعثر الحكم الشيوعي في البوسنة والهرسك. في 27 مارس 1990 أسس بيجوفيتش ونشطاء بوسنيون حزبا سياسيا أطلقوا عليه حزب العمل الديمقراطي، وذلك بعد إدخال التعددية الحزبية في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. اتسم حزب العمل الديمقراطي بطابع الإسلامي في عمله، وبالمثل فإن الصرب والكروات قد أنشأوا أحزابا على أساس عرقي. جرت الانتخابات البرلمانية وفاز حزب العمل الديمقراطي بأغلبية الأصوات في عام 1990، وبالتالي تم تنصيب علي عزت بيجوفيتش رئيسا لجمهورية البوسنة والهرسك في 19 نوفمبر من نفس العام. ولقد حال اندلاع القتال بين الصرب والكروات في كرواتيا المجاورة دون ذلك،
وعند اندلاع القتال في سلوفينيا وكرواتيا في صيف 1991، مما انعكس على البوسنة والهرسك وتورطها في القتال، اقترح بيغوفيتش في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تشكيل كونفدرالية فضفاضة للحفاظ على الدولة البوسنية وحدودها. اندلع نزاع مسلح دولي في البوسنة والهرسك في الفترة بين 6 أبريل 1992 والرابع عشر ديسمبر 1995، شهد تطهيراً عرقياً كبيراً ضد البوسنيين المسلمين والكروات. وبعد سنوات من الصراع ومع تخاذل المجتمع الدولي في إنهاء الصراع، تم عقد اتفاقية دايتون في عام 1995، ونصت الاتفاقية على الالتزام بوحدة الأراضي البوسنية وتقسيم البوسنة لقسمين، أحدهما ذا طابع فيدرالي للمسلمين والكروات والثاني جمهورية للصرب، ويحصل الصرب على ثلث مقاعد البرلمان. وتم حكم البوسنة والهرسك عن طريق مجلس رئاسي بدلا من رئيس واحد. وشغل علي عزة بيغوفيتش رئاسة المجلس الرئاسي مرتين، الأولى من 5 أكتوبر 1996 إلى 13 أكتوبر 1998، والثانية من 14 فبراير 2000 وحتى 14 أكتوبر 2000. وفي العام 2000 اعتزل علي عزة بيغوفيتش الحياة السياسية. في تلك الفترة زادت معاناته مع مرض القلب، وتوفي بيغوفيتش في 19 أكتوبر 2003 في مستشفى سراييفو المركزي نتيجة إصابته بحالة إغماء أدت إلى سقوطه أرضاً. أعلن وفاة الزعيم المسلم علي عزة بيغوفيتش العضو المسلم في المجلس الرئاسي البوسني سليمان تيهيتش، ولم يستطع أهل البوسنة إعلان الحداد على الزعيم نظراً لاعتراض الصرب الذين رأوا أن علي عزة بيغوفيتش عدوهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.